بطنجة تصل قافلة مسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم، آخر اللبنات للاستعداد للتباري توضع، وشباب تراوده رغبة وضع موطئ قدم في سلم الناجحين بعد أن تسلحوا بما يكفي من القواعد في قراءة الكتاب. يوم موالي يلتقي من وقع عليهم الاختيار المرة الثانية بأعضاء اللجنة، وفي الخاطر الاستمرار في التباري حتى النهائيات. جهة طنجة تطوان الحسيمة أسفرت عن الفائزة زينب الطريبق المشيشي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. الاسم الكامل زينب طريبق المشيشي، السن 18 سنة، أدرس في السنة الثالثة إعدادي من التعليم الأصيل بطنجة. بدأت حفظ القرآن منذ نعومة أظافري، والفضل يعود لوالدي أبي وأمي جزاهم الله عني خيرا. هدفي من هذه المسابقة أن تتاح للكثير من الفرص لأشارك في عدة مسابقات دولية ووطنية والفوز باللقب إن شاء الله تعالى.